بيحصل على تذكرة من شباك التذاكر هيسجل ويلاقي مركز تلقي لقاح موجود في المحطة يتلقى اللقاح فورا. دكتور خالد وصلنا قد ايه لحد دلوقتي اللي حصل على التطعيم النهارده؟ اخر عدد اخر رقم. اخر عدد حصل على التطعيم جرعة اولى حوالي 26 مليون. احنا بنتكلم في جرعتين، جرعة اولى وثانية تجاوزنا يعني داخلين على ال 41 مليون جرعة اولى وثانية. اجمالي متلقي اللقاح في الجمهورية سواء جرعة اولى او جرعة ثانية بنتكلم في تجاوزنا يعني وصلنا تقريبا حوالي 41 مليون. يعني احنا وصلنا للرقم اللي الحكومة كان بتكلم عليه قبل شهر من او شهر ونص من الموعد المحدد. بالضبط، جرعة اولى وجرعة ثانية، جرعة اولى حوالي 27 مليون وجرعة ثانية بنتكلم في حوالي 14.5 مليون او 14.100 ألف تقريبا. تجاوزنا 40% من عدد سكان مصر. الحمد لله ومستمرين، وان شاء الله خطة التوسع في تلقي اللقاحات الفترة القادمة هيكون لها اثر كبير على الوصول لاعداد اكبر من المواطنين والوصول الى المستهدف او تجاوز المستهدف. طيب احنا بنتكلم على يعني نوصل ل 50 مليون يمكن الشهر الجاي او اكتر من 50 مليون كده ان شاء الله. يعني بالشكل ده احنا عندنا التطعيمات متوفره بكميات كبيره وبجرعات كبيره الحمد لله، ما عندناش مشكله في مبدا توفر التطعيمات، لكن لازم ومراكز التطعيمات والنقاط التلقي اللقاح موجوده على مستوى الجمهوريه عندنا اكتر من 37 مليون جرعه متاحه ومتوفره، يبقى بس ان كل المواطنين يساعدونا ويتوجهوا لاي مركز تلقي لقاح في اي مكان، احنا موجودين في كل مكان، حتى يا استاذ احمد في فرق متنقله، السيد الوزير وجه يمكن الاسبوع الماضي ان يكون في فرق تطعيم متنقله عند المساجد والكنائس والاماكن العامه والاماكن التجاريه الكبيره او الاتحاد الصناعات او المصانع الكبيره والشركات اللي فيها اعداد عماله كبيره، كلهم بنروح لهم لغايه عندهم عشان لو اي حد لم يحصل على اللقاح نقدر انه نضمن انه حصوله على اللقاح بشكل يعني في يسر وسهوله. الفئه العمريه 15 ل 18 بالفعل بياخدوا لقاح فايزر وتم اتاحه التسجيل لهم على الموقع بالتزامن مع اعلان السيد الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وبداوا يسجلوا على الموقع وبيتم توجيههم للمراكز لتلقي لقاح فايزر. هل دكتور خالد لانه من 10 ايام يمكن وحضرتك كنت معانا انه هناخد تقريبا رسوم على التطبيق الابلكيشن، هل ده هيتم ولا هيتلغي؟ في تفكير للالغاء فعلا؟ ده بالفعل في السيد الوزير يعني بعد العرض على دوله رئيس مجلس الوزراء حصل على موافقه ب ان الشهاده او الابلكيشن او الباسبور الصحي اللي هو تحت شعار اطمن للاغراض الداخليه يكون بالمجان. كان الحقيقه كان في حاجتين جاري عرضه وخروجه من مجلس الوزراء من الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وايضا تم عمل تحديث للابلكيشن وهينزل فورا فور الموافقه الرسميه عليه.